السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا المرة الماضية في شابتر تسعة عند فيجر تسعة خمسة وهي بداية تفاعلات حلقة كريبس تكلمنا الماضية المرة الماضية عن موضوع مهم جدا وهو بايروفيد ديهيدروجينيز ديفيشنسي وهو الانزيم الذي يقوم بتحويل البايروفيت الى أسيتيل الكو ايه وتكلمنا انه هذا الانزيم مكون من ثلاثة انزيمات وهذا الانزيم يحتاج الى خمسة كو انزيمز وحكينا الخطورة اللي بتتمثل في نقص الكو او في الديفيشنسي في الانزيم وخاصة على السنترال نيرفوس سيستم وبيعملنا serious central nervous system problems وصلنا لعند تفاعلات حلقة كريبس كان في المرة الماضية عن حلقة كريبس وتفاعلات حلقة كريبس ذكرناهم بشكل سريع والآن بدنا ندخل بالتفصيل طبعا السبستريت حلقة كريبس أسيت الكوئي يعني علشان نعمل حلقة كريبس بدنا دائما أسيت الكوئي فالتفاعل الاول بحلقه كريبس بتفاعل الاسيتيل كو مع مركب اسمه اوكزالو اسيتيت اوكزالو اسيتيت بيعطينا مركب اسمه ستريت والانزيم سهل جدا اسم الانزيم ستريت سينثيز يعني سينثيز سينثيز يعني صناعه فهو صانع الستريت اذا اول انترميديت بحلقه كريبس هي ستريت ولذلك بسموه اصلا حلقه كريبس ستريك اسيد سايكل لانه الستريت اول مركب او اول إنترميديات بحلقه كريبس تتكون التفاعل زي ما شايفين هو irreversible رياكشن التفاعل اللي بعده بتتحول الستريت الى مركب اسمه أيزو ايزوستريت وتذكر طبعا انه الاسيت الكو إيه هو عباره عن ذرتين كربون مركب مكون من ذرتين كربون والهدف من حلقه كريبس انه نحرق نحرق هذول الضبطين نحرقهن ونطلعهن على شكل سي 2 وتذكر المره الماضيه حكينا انه البايروفيت ثلاث ذرات كربون ولما بتحول لاسيت الكو اي بيطلع الثالثه على شكل سي 2 إذا التفاعل الثاني في حلقة كريبس ستريت بيعطيني ايزو ستريت ايزو ستريت. التفاعل زي ما شايفين هو ريفرسبل رياكشن أي بالاتجاهين واسم الإنزيم هو أكونيتيز اسم الانزيم اكونيتيز زي ما شايفين هنا علمنا السي او 2 اللي بدها تطلع في المربع الاصفر اللي ظاهر امامنا هاي السي 2 الان بدها تغادر التفاعل بالتالي بنتخلص من, من اول ذره ضر... كربون من ذرات الاسيتيل كوي اذا التفاعل اللي بعده بتحول الايزوستريت لمركب اسمه الفا كيتو جلوتاريت. الفا كيتو جلوتاريت هذا تفاعل مهم وعليه ريجوليشن كثير عليه ريجوليشن كثير نتفرج اول شيء انه الايزوستريت بتتحول لالفا كيتو أت... الفا كيتو جلوتاريت التفاعل الريفرسبل رياكشن يعني باتجاه واحد هاي اول معلومه المعلومه الثانيه انه الانزيم اسمه ايزوستريت ديهيدروجينيز ودائما أو غالبا حكينا سابقا أو في المحاضرة السابقة إنه لما بيكون عنا التفاعل عليه ناد أو فاد اتش 2 بيكون اسم الإنزيم غالبا ديهيدروجينيز إذا اسم الإنزيم ايزوسبريت ديهيدروجينيز ايزوسبريت ديهيدروجينيز التفاعل غادرت CO2 زي ما شايفين غادرت CO2 أول ذرة كربون من ذرات الأسيت الكوي غادرت التفاعل اذا هيك الانزيم او هيك التفاعل اكتمل الان بدنا نتكلم عن الريجوليشن لهذا التفاعل اول إشي ما هي المؤثرات السلبيه التي تؤدي الى ابطاء التفاعل واحد اي تي اثنين ناد اتش ماذا يعني اي دي اي تي بي وناد اتش زي ما شايفين عندنا اشاره سالب بالاحمر يعني تثبيط هلا ATP يعني الطاقة وهي الباثوي هتفها الحركة وإنتاج الطاقة إذا إذا كانت الطاقة متوفرة على شكل ATP إشي طبيعي إنه يصير تثبيط inhibition للكريبس لل سايكل نفس الشيء بالنسبة للناد اتش اللي هي أصلا تعطينا ثلاثة ATP ما دام عندنا ناد اتش متوفر معناته عندنا طاقة متوفرة وبالتالي إحنا مش محتاجين إنه نعمل حلقة كريبس ولا نعمل التفاعل اذا ATP بي وناد اتش هي مثبطات للتفاعل طيب ما هي التي تنشط التفاعل اكيد نقص الطاقه بالتالي اي دي يعني نقص طاقه لانه الاي تي بي انصرفت واعطتني طاقه وانتجت اي بي اذا اي تعني هناك نقص في الطاقه ATP تعني هناك وفره بالطاقه اذا تراي فوسفيت اي بي ادينوسين تراي تعني وفرة من الطاقة بينما الدينوسين داي فوسفيت داي اي دي بي تعني هناك نقص في الطاقة فإحنا محتاجين نعمل حلقة كريبس من أجل إنتاج الطاقة المؤثر الثاني هي هو الكالسيوم زي ما شايفين عندنا زائد الأخضر تمام هو الكالسيوم ماذا يعني الكالسيوم الكالسيوم يعني الكالسيوم يعني هناك انقباضات في العضلات، يعني هناك مجهود رياضي. لما بتشوف كالسيوم اعرف انه هناك مجهود رياضي، هناك انقباض في العضلات، هناك اكسرسايز. طب ماذا يعني انه يكون عندك اكسرسايز؟ يعني اني انا محتاج الى طاقه وبالتالي لازم احرق المركبات وانتج طاقه. وبالتالي تاثير ايجابي على حلقه كريبس، يعني يجب تنشيط حلقه كريبس من اجل انتاج الطاقه. من اجل القيام بالتمارين الرياضيه المختلفه. اذا ADB كالسيوم تنشيط لكريب سايكل من خلال تنشيط الانزيم اللي اسمه إيزو ستريد دي ديهيدروجينيز. بينما الاي بي والناد اتش هو تثبيط للباثوي لانه الاتي تي بي والناد اتش يعني هناك وفره من الطاقه. ملاحظين كمان على التفاعل انه احتاج ناد بلس وانتج اول ناد اتش في حلقة كريبس تم إنتاج أول ناد أتش في حلقة كريبس وطبعا هاي الناد أتش بدها تعطينا ثلاثة اي تي بي طيب هيك إيه التفاعل جاهز نروح على التفاعل اللي بعده الفا كيتو جلوتاريت بيعطيني مركب اسمه ساكسن الكوئي برضه هذا التفاعل عليه ريجوليشن كثير نطلع اول شيء على التفاعل لاحظ انه هذا التفاعل اول شغله في عندك سي 2 باللون الاصفر بالمربع برضه خرجت من التفاعل اذا ثاني ذره كربون من الاسيت الكو إيه تم اخراجها من التفاعل من حلقه كريبس وتم اخراجها بالزفير تم اخراجها بالزفير وبالتالي الان تم حرق السي الاسيت الكو إيه بشكل كامل ذراته غادرن الجسم طب ماذا تبقى من 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 تبقى الالكترونات اي تبقت الطاقه تبقت الطاقه يعني زي لما انا اجيب هالخشبات واحطهن بهالموقده ولا بهالفاير بليس ينحرقن الخشبات وتطلع ذراتهم بالدفني بالمدخنه اللي على سطح البيت ويظل شو بظل في الغرفه الدفع اذا الطاقه نفس الإشي الاسيت الكو ذرتين كربون غادرن التفاعل غادرن حلقه كريبس وبالتالي <applause> الان ما ظلش عندنا ذرات كربون من الاسيت الكوي نطلع على التفاعل الفا كيتو جلوتاريت بيعطيني ساكسين الكوي شو اسم الانزيم اطلع انه عندك ناد بلس وناد اتش معناته اسم الانزيم الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس كومبلكس يعني مكون من عده انزيمات هذا الانزيم اذا الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس اسم الانزيم احتاج ناد بلس وانتج ناد اتش، وهي ثاني ناد اتش تنتج في حلقه كريبس، بدنا نتذكرها. أي الثاني. طيب، الان وطبعا الانزيم احتاج الى عامل مساعد اسمه كو انزيم اي زي ما شايفين ان عندنا على طيب، كيف بنعمل لهذا التفاعل ريجوليشن زي ما ملاحظين عندك الناد اتش والسكسن الكو اي. بيعملوا انهيبيشن بينما الكالسيوم بيعمل شو اكتيفيشن طبعا الكالسيوم شرحناه قبل شوي من عيد كمان مرة ماذا يعني كالسيوم معناته تمارين رياضية تمارين رياضية يعني بدك طاقة يعني بدك تعمل حلقة كريبس كثير من أجل إنتاج الطاقة جاهز ناد اتش ماذا تعني ناد اتش هناك وفرة من الناد اتش معناته هناك وفرة من الاي بي هناك وفرة من الطاقة وبالتالي الناد اتش أيضا لها دور تثبيطي ساكسينيل الكوئي اي الكوئي ايه شو هي السكسن الكوئي ايه هي لبرودكت للتفاعل بالتالي اذا تراكمت الساكسينيل كو اي معناته احنا مش محتاجين للباثوي ان تستمر فاكيد السكسن الكوئي اي عمل انهيبيشن فيدباك انهيبيشن لا هذا التفاعل اللي بحفز الانزيم الالفا كيتوغلوتريت هيتروجينيس هيك التفاعل جاهز التفاعل اللي بعده السكسن الكوئي بتحول لمركب اسمه سكسينيت سكسينيت، ماله التفاعل؟ التفاعل reversible ريأكشن، reversible ريأكشن، شو كمان؟ التفاعل أنتج مركب اسمه جي تي بي، جي تي بي زي ما شايفين أنتجنا مركب اسمه جي تي بي، شو يعني جي تي بي؟ يعني أي تي بي، نفس الشيء بس يعني زي ما تقول هذا دولار وهذا يورو مثلاً. كليات طاقه كليات عملي وهن تقريبا متساويات بالقيمه اذا هذا التفاعل انت جي تي بي لاحظ انه هذا التفاعل او حتلاحظ انه هذا التفاعل الوحيد في حلقه كريبس الذي ينتج طاقه بشكل مباشر يعني ات سبستريت ليفل ات سايكل ليفل يعني مباشره يعني على مستوى الحلقه هذا التفاعل الوحيد اللي بحلقه كريبس اللي بنتج طاقه مباشرة التفاعل اللي قبله واللي قبله انتج طاقه ولكن ليست مباشره، كانت على شكل ناد اتش تمام وهي الناد اتش بدنا نوديها على الالكترون ترانسبورت تشين، نمنح الالكترونين هناك وننتج ثلاثه اي تي بي، اذا مش مباشره كانه يعني الناد اتش والفاد اتش2 هم كانه شيكات، يعني بتاخذ الشك بتروح على البنك بتصرفه بتاخذ مصاريك، اما الاي تي بي والجي تي بي كاش كأنك بعت كاش يعني مباشرة أعطاك الطاقة تمام؟ إذا هذا التفاعل الوحيد اللي بيعطيك طاقة على مستوى الحلقة at substrate level يعني على مستوى المواد المتفاعلة مباشرة كاش money تمام؟ إذا هذا التفاعل اس اسم الإنزيم اللي بحفزه ساكسينيت ثيو كاينيز, كاينيز. إذا كاينيز لأنه في جي تي بي في اي تي بي. كاينيز ثيو لأنه جي تي بي وليس اي تي بي لو أنه اي تي بي اللي أنتجناه كان سميناه ساكسينيت كاينيز بس لانه جي تي بي فعلشان نميز فقلنا ساكسينيت ثيوكاينيز طبعا انا بشرح بعض الاشياء بحكي لكم اياها بهذه الطريقه مش علم وانما للتذكر يعني طريقه للتذكر وليس يعني كقواعد علميه ساكسينيت ساكسينيت بيعطيك فيوماريت ماله هذا التفاعل بحكي لك التفاعل ريفيرسبل اثنين بحتاج فاد ثلاثة بيعطيك فاد اتش 2 فاد اتش 2 برضه طاقة بتروح على الالكترون ترانسبورت تشين بتمنح الالكترونين بتعطيك طاقة 2 اي تي بي شو ماله هذا التفاعل؟ هذا التفاعل الوحيد في حلقة كريبس اللي بيعطيك طاقة على شكل فاد اتش 2 إذا هاي الفاد اتش 2 الوحيدة التي تنتج في حلقة كريبس وبما انه في اتش 2 معناته اسم الانزيم دي هيدروجينيز فعلا اسم الانزيم ساكسينات دي هيدروجينيز جاهز التفاعل اللي بعده فيومريت بيعطيني ماليت التفاعل ريفيرسيبل وبدخل عليه ماء وال والانزيم اسمه فيومريز ما عليه وش شيء التفاعل الاخير بحلقه كريبس ماليت بيعطيك المركب الاخير بحلقه كريبس اللي هو الاوكزالو اسيتات اللي بلشنا فيه التفاعلات مع الاسيت الكو اي اذا ليه تتحول لاوكسالو اسيتات زي ما ملاحظين التفاعل ريفرسبل رياكشن التفاعل يحتاج ناد بلس انتج ناد اتش وهي ثالث ناد اتش تنتج في حلقه كريبس بما انه ناد اتش اذا اكيد اسم الانزيم دي اكيد اسم الانزيم دي هيدروجينيز فعلا اسم الانزيم ماليت دي ماليت دي هيدروجينيز, هيدروجينيز. اذا التفاعل ريفرسبل هل هلا لو نلاحظ نيجي نحسب الطاقه اللي تم انتاجها في حلقه كريبس بتلاحظ اول شغله انه ذرتين الكربون قبل ما نروح على طاقه انه ذرتين الكربون تبعات الاسيت الكو اي هي النقطه الاولى بتقول انه ذرتين الكربون للاسيت الكو اي غادرن حلقه كريبس على شكل سي 2 co 2. اثنين المعلومه الثانيه النقطه الثانيه بتقول بما انه هاي الباث هي عباره عن سايكل معناته لا في انترميديات تنتج جديدي ولا انترميديات تستهلك. ليش؟ لأنه كل انترميديات بدها تنتقل للي بعديها وبالتالي بدنا نرجع ونعملها كمان مرة، بالتالي لا يوجد استهلاك للانترميديات ولا يتم انتاج انترميديات جداد لأنها سايكل، لأنها سايكل، لأنها سايكل، يعني الجلايكوليزز شابتر ثمانية بتختلف، عندك جلوكوز بلش انتجنا بايروفيت. طب هون شو انتجنا؟ هون ما في انتاج لانترميديات جديدة، لأنها سايكل بدها ترد تلف وترجع. تمام ازواج الالكترونات اللي تم سحبهن او اخذهن من الاسيتيل كو اي استخدمناهن من اجل ثلاثه مركبات من الناد اتش والفاد اتش 2 ومركب واحد من الفاد اتش 2 هي يعني النقطه الثالثه النقطه الرابعه بقول لك لما بتعمل أكسيديشن للناد اتش تحرك الناد اتش في الالكترون ترانسبورت تشين بيعطيك ثلاثه اي تي بي بينما الناد اتش سوري بينما الفاد اتش 2 بيعطيك اثنين الان النقطه الاخيره اللي هي الخامسه بتكون خلينا نحسب الطاقه التي انتجت كلما دخل واحد اسيت الكو اي على حلقه كريبس شو انتجنا انتجنا ثلاث ناد اتش كل واحد ناد اتش بثلاث اي تي بي معناته صنعنا تسعة اي تي بي انتجنا واحد اتش سوري فاد اتش 2 والفاد اتش 2 يعني اثنين اي تي بي 11 وصنعنا 1 جي تي بي ات سبستريت ليفل مباشره كاش موني اذا مجموع الاي تي بي التي تم انتاجها من حلقه كريبس عندما يدخل اسيتيل كو اي واحد اسيتيل كو اي واحد لما نلف حلقه كريبس لف في واحده بننتج 12 اي تي بي اذا 12 اي تي بي ار برودوس بير بير اسيتيل كو اي اوكسيديشن من حلقه كريبس وين الاماكن اللي يتم فيها انتاج الناد اتش والفاد اتش 2 والسي او 2 ذكرناهن الان بالتفاعلات وهنا تلخيص لهي التفاعلات هنا السي او 2 هنا السي او 2 هنا الناد اتش الناد والناد اتش وهنا انتجنا الفاد اتش 2 وهذا التفاعل الذي انتج الطاقه بشكل مباشر وهذا الريجيوليشن تاثير الاي دي بي تاثير الكالسيوم تاثير الناد اتش تاثير الاي تي تاثير انها تاثير السكسن الكو اي تاثير الكالسيوم واكيد الستريت اذا تراكمت بدها تعمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه ستريت سينثيز فهذا يعني تلخيص للتفاعلات اللي ذكرناهن او للريجوليشن تبع التفاعلات اللي قمنا بذكرهن تمام اذا هذه هي حلقه كريبس وهذا هو نهايه شابتر تسعه فيعطيكم العافية حنبلش شابتر عشرة نشوف لوين بنوصل فيه وبعديها بنعمل النقاش والأسئلة شابتر 10. Gluconeogenesis خلينا نحاول نفهم العنوان في البداية جلوكو يعني جلوكوز نيو يعني جديد نيو جينيسس يعني صناعة Synthesis إذا معنى هذا الشابتر صناعة جديدة للجلوكوز يعني أن تصنع جلوكوز في الجسم تصنع جلوكوز في الجسم تصنع جلوكوز في, في الجسم لكن شرط وركز منيح. في شرط بحكي لك الجلوكونيوجينيسيس تعني صناعة الجلوكوز لكن من مصدر ليس كربوهيدرات. من مصدر ليس كربوهيدرات، يعني مثلا لو أنت حولت الجلاكتوز لجلوكوز هذا ما اسمه جلوكونيوجينيسيس. طب لو كسرنا الجلايكوجين وعملنا جلوكوز هذا ليس ليس جلوكونيوجينيسيس. طب لو هضمنا النشا اللي بناكله وعملنا جلوكوز هذا ليس جلوكونيوجينيسيس طب ولا شو الجلوكونيوجينيسيس؟ بحكي لك مثلا تجيب مركب امينو اسيد غريب تجيب مركب اسمه جليسرول تجيب مركب اسمه كيتو اسيد تجيب م... آه وتصنع منه جلوكوز هذا اسمه جلوكونيوجينيسيس اذا سنثيس اوف جلوكوز فروم نون كاربوهيدريت سورسز synthesis of carbohydrate glucose from non-carbohydrate sources. هذا المعنى. النقطة الأولى. ماذا تقول؟ النقطة الأولى بتجاوب طب ليش أنت بدك تصنع جلوكوز يا أخي؟ شو القصة؟ ليش بدك تصنع جلوكوز؟ بيجي واحد يحكي لك علشان الطاقة، طبعا الإجابة خطأ 100%. إحنا ما عم نصنع جلوكوز علشان الطاقة، بالعكس صناعة الجلوكوز هي تستهلك طاقة. تستهلك طاقة. طيب بنقول طب ما احنا بنحرق الجلوكوز وبننتج طاقه، اه ولكن الطاقه الناتجه من الجلوكوز اقل من الطاقه اللازمه لصناعته. اذا صناعه الجلوكوز ليس من اجل الطاقه. طب ولا لايش؟ اه صناعه الجلوكوز هي ضرورية جدا بالجسم لانه هناك خلايا، هيك لازم يكون الجواب، لان هناك خلايا في الجسم لا تستطيع ان تتغذى الا على جلوكوز. ولا تستطيع أن تنتج طاقتها إلا من الجلوكوز إذا هيك الجواب الصحيح طب إذا حكيت من أجل إنتاج الطاقة خطأ مئة بالمئة ولا شو بدك تجاوب بدك تجاوب لأنه هناك بعض الخلايا في الجسم لا تستطيع أن تنتج طاقتها إلا من الجلوكوز ولذلك يجب علينا أن نصنع جلوكوز هيك الجواب زي مين زي برين ريد بلاد سيلز كدني مضلة لينس كورنيا أوف ذا آي تيستس exercising muscle they require continuous supply of glucose as a metabolic fuel تنهى النقطة الأولى مباشرة ليش gluconeogenesis طوال بتحكي الصل... النقطة الأولى كاملة because some tissues like brain red blood cells kidney medulla lens cornea or the eye this exercising muscle they require continuous supply of glucose as a metabolic fuel زي اسمك لأنه هذا هو chapter زي اسمك بدك تحفظها طيب بيجي واحد يسال يقول طب ليه بدي اصنع جلوكوز مني انا بخزن جلايكوجين بالكبد وبالتالي لما بدي جلوكوز بكسر جلايكوجين واحصل على جلوكوز اه هون بحكي لك لحظه شوي بس الجلايكوجين المخزن بالكبد كميته قليله جدا ولا تستطيع تزويد الجسم في الطاقه الا لعده ساعات ماكسيمم من 10 ل 18 ساعه إذا أنت ما أكلتش طب واحد صام ونزل على الشغل وبيشتغل أشغال ثقيلة وحادة إذا بده جلوكوز والجلايكوجين عنده ما بيكفي طيب واحد أسير مضرب عن الطعام لأيام طويلة الجلايكوجين خلص بخلص بخلال يوم طيب واحد عامل رجيم شديد ما عندهش جلايكوجين بالكبد طب بده جلوكوز من أجل البرين والريد بلاد سيلز والمضلة والتستس واللنس والإكسرسايزين مثلا اذا لازم لازم يصنع جلوكوز اذا علشان هيك ربنا اعطانا هاي الباثوي من اجل شو صناعه الجلوكوز اذا النقطه الثالثه شو بتقول ديورينج برولونج فاستنج الصوم الطويل الجلايكوجين هيباتيك جلايكوجين ار ديبليتد ولذلك يجب علينا صناعه الجلوكوز طب من ايش بدي اصنع جلوكوز هاي هم ثلاثه قدامك بشكل اساسي جلسه سوري اربعه لاكتيت بايروفيت جليسرول بالاحمر الفا كيتو اسيد هذول المركبات الأربعة وخاصه اللي بالاحمر الالفا كيتو اسيد اللي جاي من الامينو اسيد شو يعني الفا كيتو اسيد هون حاطط لك اياها بين قوسين الفا كيتو اسيد تعني امينو اسيد شيل منه الامينو جروب امينو اسيد ارسم الامينو اسيد شيل منه الامينو جروب الاستراكشر التي الذي تبقى اسمه كيتو اسيد اسمه كيتو اسيد نستخدمه في صناعة الجلوكوز ولذلك بسموهن هذول الأمينو أسيد اللي بنصنع منهم الجلوكوز جلوكوجينيك أمينو أسيد جلوكوجينيك أمينو أسيد شو يعني جلوكوجينيك يعني أمينو أسيد التي نستطيع منهم صناعة الجلوكوز طبعاً مش كل الأمينو أسيد بقدر أستخدمهم لصناعة الجلوكوز في بعضهم فمنسميهن جلوكوجينيك في منهم لأ بصنع منهم كيتون بوديز بنحكي عنهم لاحقاً فبسموهن كيتوجينيك أمينو أسيد طيب مش قصتنا اذا لاكتيت بايروفيت بتعرفوهن لاكتيت وبايروفيت الجليسرول موجود طبعا داخل هو اول كحول ويدخل في تكوين الفات لكنه ليس فات والاخير الفا كيتو اسيد اللي جاي من الامينو اسيد طيب بيجي واحد يسال طيب انا بدي اصنع جلوكوز من بايروفيت وتعلمت بشابتر ثمانية الجلوكوز بتكسر لبايروفيت طب بقدر ارجع بنفس التفاعلات بنفس الخطوات بنفس الانزيمات محكي لك لا ما بزبط يعني انا طلعت من نابلس لرام الله طب بقدر ارجع من رام الله لنابلس بنفس الطريق بقول لك لا طب ليه لانه في بعض الاماكن بالطريق هي باتجاه واحد وبالتالي بدك تلف وهيك العلاقه ما بين الجلايكوليزيس والجلوكونيوجينيسيس وبالتالي في لفي في لفه اذا الجلوكوز النقطه الثانيه شو بتقول انه الجلوكوز از سينثسايزد باي سبيشال باثوي بنسميها جلوكونيوجينيسيس وليس عكس الجلايكوليسيس والانزيمات اللي بصنعها الجلوكوز موجود جزء منهم بالميتوكوندريا وجزء منهم في السيتوسول بينما الجلايكوليسيس كلها تحدث في السيتوسول وانزيماتها موجوده في السيتوسول وركز في هذا الكلام ممكن تنسال عنه بالامتحان النقطه الثالث شو بتقول بتقول اين يصنع الجلوكوز في الجسم بحكي لك اكثر من 90% من الجلوكوز يصنع داخل الليفر و10% بالكدني بينما لما منصوم لفترات طويله جدا بتصير الكدني لها دور اكبر في صناعه الجلوكوز يصل الى 40% وهذا ممكن يسألوك في الامتحان طيب نتطلع على المقارنة ما بين الجلايكوليزيز والجلوكونيوجينيسيز هاي الباثوي اللي أسهم اللي باللون الأسود هم الجلايكوليزيز بحولوا الجلوكوز لإيه؟ لبايروفيت أو للاكتيد بدون وجود الأكسجين التفاعلات اللي باللون الأزرق هم الجلوكونيوجينيسيز هلا لاحظ انه في بعض التفاعلات الريفرسبل هذا ما بتقدر ترجع من بايروفيت لفوسفوينول بايروفيت بينما هون بتقدر ترجع بتقدر ترجع بتقدر ترجع بترجع, بترجع ترجع هون ما بتقدر ترجع بدك تلف لاحظ انه لفينا هون من فركتوز لجلوكوز بنقدر نرجع هون ما بنقدر بدنا نلف اذا لو تلاحظ بتلاحظ انه الجلايكوليزز عباره عن 10 تفاعلات الجلايكوليزز 10 تفاعلات سبعة منهم ريفيرسبل يعني بتقدر ترجع منهن. ثلاثة منهم الريفيرسبل بدك تلف ثلاثة الريفيرسبل إذا هناك سبع خطوات مشتركة ما بين الجلايكوليزيز والجلوكونيوجينيسيز وهناك سبع أنزيمات مشتركات ما بين الجلايكوليزيز والجلوكونيوجينيسيز لكن هناك ثلاثة خطوات بالجلايكوليزيز باتجاه واحد لا يمكن العودة منهم بدك تلف التفاعل الاول اللي بدنا نلفه زي ما ملاحظين البايروفيت بده يرجع لهون لفوسفو انول بايروفيت التفاعل باتجاه واحد فبيضطر البايروفيت يتحول اولا لاوكزالو اسيتيت ومن ثم الاوكزالو اسيتيت تتحول لفوسفو انول بايروفيت اذا لفينا عن طريق التفاف وهذا الطريق الالتفافي حتى كان خطوتين طويل ويحتاج إلى أنزيمين وليس إنزيم واحد قادر على الرجوع إذا لفينا حولنا البايروفيت لأوكزالو أسيتيت ومن ثم الأوكزالو أسيتيت رجعنا لفوسفو البايروفيت إذا هنا الإنزيم الأول الإنزيم الثاني احتجنا هلا هون بترجع طبيعي طبيعي نفس الإنزيم نفس الإنزيم نفس الإنزيم هون احتجنا إنزيم ثالث للرجوع هون نفس الإنزيم هون احتجنا إلى إنزيم رابع فبتلاحظ انه الجلايكوليزز عشر تفاعلات من البايروفيت طبعا بينما الجلوكونيوجينيسز 11 تفاعل لانه تحويل البايروفيت لفوسفوينول البايروفيت تحتاج الى خطوتين انزيمين تمام إذن هناك ثلاثه خطوات بالجلايكوليزز باتجاه واحد لفينا عليهن باربع خطوات بالجلوكونيوجينيسز وهناك ثلاث انزيمات من انزيمات irreversible الريفرسابل علشان نرجع عليهم ونلف عليهم احتجنا اربع انزيمات من انزيمات نيوجينيس وهذا طبعا بدنا نفصل فيه اكثر هل شو هاي الباثويل اللي امامنا خلينا نفهم نبلش من عند العضلات العضله وصلها جلوكوز شو تعمل العضل العضله بتعمل تمرين رياضي شاق فبتصير تكسر الجلوكوز تعمل بايروفيت والبايب شابتر ثمانيه بعدين نروح على شابتر تسعه، اسيت الكوين، نروح على حلقه كريبس ننتج طاقه، لكن العضله تحتاج الى طاقه اكبر من ذلك. الأكسجين اللي موجود في العضله غير كافي. بوصلها أكسجين غير كافي. فبتضطر العضله تعمل انيروبيك جلايكوليزز فبتصير تحول الجلوكوز للاكتيت. بتصير تحول الجلوكوز لإيه؟ للاكتيت، انيروبيك جلايكوليزس. اللاكتيت ببلش يتراكم بالعضلة بصير عندك اعياء في العضلة، بدك تقعد لك شوية علشان تعرف تكمل رياضة. اللاكتيت زي ما شايفين بيطلع على الدم، لما بيطلع من الدم بروح على الليفر، الليفر شو بتعمل؟ بترجع اللاكتيت إلى جلوكوز في الباثواي اللي اسمها جلوكونيوجينيسيس، هذا اللي هين يعني تشابتر 10 اللي احنا فيه. الجلوكوز في الليفر بالرد يرجع على الدم وبروح على العضلة من أجل حرق وإنتاج الطاقة للعضلة عملية صناعة الجلوكوز في الكبد تستهلك طاقة عملية حرق الجلوكوز في العضلة تنتج طاقة للعضلة هاي الباثوي تمام هاي السايكل اللي أمامنا اكتشفها عالم اسمه كوري فبسموها كوري سايكل او عالمه او هم اثنين كانوا واحد ووحدي ازواج يعني العيلة تبعتهم كوري عائله الزوج كوري فاكتشفوا هاي الباثوي اللي امامنا اللي بنسميها كوري سايكل بنسميها شو كوري سايكل تمام هلا بدنا نتعلم الخطوات تبعات الجلوكونيوجينيسيس الخطوه الاولى الخطوة الأولى لو نلاحظ إنه البيروفيت أول خطوة بده يتحول لمركب اسمه أوكزالو أسيتيت طب كيف بحكي لك بإضافة CO2 زي ما شايفين عندك CO2 تم إضافتها على البايروفيت فتحول بايروفيت لأوكزالو أسيتيت CO2 كاربوكسيل جروب طب شو اسم الانزيم اللي بيحول البايروفيت لاوكزالو اسيتيت واللي استهلك سي او 2 بسيطه جدا بايروفيت كاربوكسيليز بايروفيت ضفنا له كاربوكسيل جروب اسم الانزيم بايروفيت كاربوكسيلز اذا هذا الانزيم الثاني الاول سوري تمام الانزيم الثاني بحول الاوكسالو اسيتات لفوسفو انول بايروفيت شو اسم الانزيم شلنا سي او 2 وحطينا مجموعه فوسفيت اخذناها من الـ تي معناته في باسم الانزيم كاينيز وفي باسم الانزيم شي كاربوكسيل اسم الانزيم فوسفو انول بايروفيت كاربوكسي واخذنا الفوسفيت من الاي تي بي كاينيز و اكبر شو اسم الانزيم فوسفو انول بايروفيت اسم المركب اثنين في باسم الانزيم co 2 لانه طلعت سي 2 باسم الانزيم فوسفو انول بايروفيت كاربوكسي وجبنا مجموعة فوسفات اللي ضفناها من الـ ATP، يعني استهلكنا ATP، إذا هذا التفاعل يستهلك طاقة. إذا اسم الإنزيم PEP كاربوكسي كاينيز أو فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. هاي صرنا ماخذين أنزيمين. الإنزيم الأول بايروفيت <applause> كاربوكسيليز، والإنزيم الثاني اسمه PEP فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز، كاربوكسي كاربوكسيل جروب. وكاينيز الفوسفاتي جروب اللي خدناها من الاي تي بي طيب نحكي عن الانزيم الاول شو اسمه بايروفيت كاربوكسيليز ماله هذا الانزيم اعطانا معلومه عنه بيحتاج الى فيتامين اسمه بايوتين بايوتين شو هذا البيوتين عباره عن كو انزيم طب ليه بده اياه مبين لو ترجع على التفاعل بتعرف لحالك الانزيم اللي هين بده عامل مساعد ليه عشان يجيب له سي 2 مبين لحالك اذا البايوتين هو اللي بيمسك له السي او 2 هيو فعلا انزيم بايوتين سي او 2 انترميديت ماسكات مع بعض والتفاعل ماله ريكواير شو طاقه بايوتين لما بيكون ماسك طبعا بالانزيم بنسميه بايو سايتين طيب اذا هذا هذا التفاعل وهذا الكومبلكس اللي تكون النقطه الثالثه بتقول او الرابعه ضروري جدا من اجل تحويل البايروفيت لايه لاوكزالو اسيتيت طيب وين موجود هذا الانزيم؟ وين موجود في الميتوكندريا؟ اي ميتوكندريا ليفر اند كيدني طيب ممتاز جدا معناته بجوز يجيك في الامتحان ويسالك اين تبدا؟ اين تبدا الجلوكونيوجينيسيس؟ بتقول له ليفر اند في... سوري في الميتوكندريا اين تبدا؟ مش قلنا قبل شويه انه الجلوكونيوجينيسيس تحدث في الميتوكندريا والسيتوسور طب اذا احكى لنا اين تبدا من كله؟ تبدا في الميتوكندريا طب ليش تبدا في الميتوكوندريا؟ لانه الانزيم اللي اسمه بايروفيت كاربوكسيليز موجود في الميتوكوندريا تبعت الليفر وتبعت الكدني. تمام؟ تبعت الليفر وتبعت الكدني. وبالتالي تبدا العمليه في الليفر والكدني داخل الميتوكوندريا. وهذا المرك... وهذا التفاعل بحكي لك هو تفاعل مهم جدا وله هدفين. اولا الهدف الاول زي ما حكينا انتاج الاوكزالو اسيتيت من اجل صناعه الجلوكوز. الهدف الثاني انه غزالو اسيتيت ممكن ممكن يكون الهدف مش صناعه الجلوكوز وانما انتاج الاوكزالو اسيتيت التي تدخل التي تدخل في حلقه كريبس. ها اذا غزالو اسيتيت واحد بيسالك شو بيعمل هذا الانزيم؟ بتكله بيحول البايروفيت لأوكزالو أسيتيت طيب بسألك ليش عملت أوكزالو أسيتيت بتكله لحظة شوي الأوكزالو أسيتيت ممكن أصنع منه جلوكوز في شابتر عشرة هاي أوكزالو أسيتيت بستخدمه في صناعة الجلوكوز طيب في هدف ثاني بتقول اه ها نرجع على شابتر تسعه ليش بدك تنتج اوكزالو أسيتات بتقول علشان تدخل في حلقه كريبس تتفاعل مع الاسيتيل كو اي في حلقه كريبس وبالتالي تعمل لك حلقه كريبس جديده من اجل انتاج الطاقه تمام اذا ما هو الهدف اذا سالنا ما هو الهدف من انتاج الاوكزالو أسيتات من كله تو بيربس تو لايه الهدف الاول انتج اوكسالو اسيتات لحلقه كريبس تي سي ايه سايكل تمام زي مثلا هذا بيحدث في العضلات لانه العضله ما بتصنع جلوكوز العضله ما بتصنع جلوكوز طب بيجي واحد يسالك ركز هذا سؤال مهم جدا وبخربط بيجي واحد يسالك هل العضله تصنع الجلوكوز بتقول له لا صناعه الجلوكوز تحدث في الليفر اند كيدني الليفر 90% والكدني 10% طيب بيجي يسالك طيب هل الانزيم اللي اسمه بايروفيت كاربوكسيليز الذي يحفز الخطوه الاولى في صناعه الجلوكوز موجود في العضلات؟ اه وأنا صارت خربطه هذا الانزيم اول انزيم في صناعه الجلوكوز الخطوه الاولى في صناعه الجلوكوز بايروفيت كاربوكسيليز اين يصنع الجلوكوز؟ ليفر اند كيدني طيب هل هذا الانزيم الذي يحفز الخطوه الاولى في صناعه الجلوكوز موجود في العضلات؟ هلا هل اذا بدك تجاوب المفروض 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 تكون لا بس طبعا جواب خطا لانه هذا الانزيم موجود في العضلات هلا هل خربطنا طب بما انه الانزيم موجود في العضلات ليش موجود في العضلات ما دام العضلات بتصنعش جلوكوز من شو الجواب لانه هذا الانزيم بيصنع الاوكسالو اسيتيت والاوكسالو اسيتيت تدخل في حلقه كريبس من اجل انتاج الطاقه للعضله معناته هذا الانزيم ينتج ملخص ينتج اوكسالو اسيتيت ليش اذا واحد سالك ليش بتقول في الليفر اند كدني من اجل صناعه الجلوكوز اما في العضلات فهو من اجل زياده عدد حلقات كريبس من اجل انتاج الطاقه تمام هيها اذا مصل عندها البايروفيت كاربوكسليز اللي بتستخدم الاوكسالو اسيتيت الذي ينتج من ليس من اجل صناعه الجلوكوز they do not synthesize glucose willingly to increase the number of krebs cycle to increase the production of energy تمام حاول تعيد علي هذا اللي شرحته اكثر من مره تسمعه علشان تفهمه مئة بالمئة اذا ما فهمتوش طيب هلا نكمل نرجع على الباثوي احنا صور نفترض انه البايروفيت ارجع حين نفس الإنزيم تبع الجلايكوليزيز، وهون نفس الإنزيم، وهون نفس الإنزيم. وهون نفس الإنزيم، وهون نفس الإنزيم، وصلنا لعند مركب اسمه فراكتوز 1 6 بايز فوسفيت. شو بدنا نعمل؟ بدنا نحوله لفراكتوز 6 فوسفيت، بسيطة. بس الإنزيم اللي هو بي اف كي 1 فوسفو فراكتو في فوسفو كاينيز بي اف كي 1 اللي أخذناه ما بزبط يعمل هيك. بيزبطش يعمل بالاتجاهين، هذا الانزيم بيشتغل باتجاه واحد، طيب بدي انزيم ثاني بسيطة سهل. فركتوز 1 6 بايز فوسفيت، بدي أحوله لفركتوز 6 فوسفيت، شو يعني؟ يعني شيل مجموعة فوسفيت عن الكربون رقم واحد، بسيطة. شو اسم الإنزيم؟ ولا في أسهل منه، اسم الإنزيم اللي بيشيل الفوسفيت دائما فوسفاتيز. إذا اسم الإنزيم فركتوز 1 6 بايز فوسفاتيز. خلص خلصنا شو في شيء كمان ولا شيء خالص ها اذا شو اسم الانزيم فركتوز 16 بايز فوسفاتيز خلص سلامتكم خلص ماله هذا الانزيم اكيد باتجاه واحد لانه هذاك برضه باتجاه واحد طيب عليه ريجوليشن شو الريجيوليشن؟ ذاكرين المركب اللي اخذناه بشابتر ثمانية اللي اسمه فركتوز 2 6 بايز فوسفيت وقلنا لكم هذا المركب لما بتشوفه موجود معناته الجلوكوز مليان بالجسم ولازم تعمل جلايكوليزس؟ اه قلنا لكم احفظوه. طيب هذا المركب اذا موجود بنصنع جلوكوز؟ اكيد لا ما هو هذا المركب يعني لفركتوز 2 6 بايز فوسفيت هذا المركب يعني 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 ان الجلوكوز موجود في الجسم بشكل هائل بكميه هائله اذا هل هناك داعي اصنع جلوكوز لا اذا هذا المركب شو دوره يثبط صناعه الجلوكوز وينشط تكسير الجلوكوز لان يعني الجلوكوز متوفر طيب الريجوليتر الثاني اي ام بي شو يعني اي ام بي اي ام بي يعني ما فيش طاقه نهائيا بالجسم سلامتك يعني اصير مضرب عن الطعام لاسابيع طب شو بده يصير بصناعة الجلوكوز؟ بدها تتثبط، طب ليش؟ بدها تتثبط لأنه ما عنديش طاقة أصنع لأنه ما عنديش طاقة أصنع جلوكوز. طب شو هذا بده يؤدي؟ هذا يؤدي إلى انخفاض في مستوى الجلوكوز في الجسم بشكل دائم ولذلك الأسير لما بيضرب عن الطعام بظله نايم على التخت. إذا قام عن التخت يغمى عليه. ليه؟ لأنه مستوى الجلوكوز في جسم متدني فبيقدرش يزود الدماغ بالجلوكوز ولذلك اذا بيكون بغم عليه طب ليه ما يصنع جلوكوز لانه ما عندوش طاقه لصناعه الجلوكوز اذا اي ام بي ماذا يعني الاي ام بي الاي ام بي يعني لا يوجد لدينا طاقه من اجل صناعه الجلوكوز فيش طاقه نصنع جلوكوز اذا الدماغ ببطل يشتغل منيح ضعف طيب كريات الدم الحمراء بصير فيها نقص في عددها بصير عند الأسير غباش في العين بصير عند الأسير وجع في العضلات طلع على إيش الأشياء اللي بحكيها أنا نرجع لأول جملة في الشابتر برين ريد بلاد سيلز كدني مضلة لينز كورنيا تستس and اكسرسايز مصل شو مال هذول كونتينيوس سبلاي اوف طب إذا الأسير مضرب عن الطعام لأيام طويلة ومستوى الجلوكوز في الدم متدني هذول الخلايا هذول الانسجه شو تصير فيهم كل هذول برين ريد بلاد سيلز كدني مضله لينس كورنيا اوف ذا اي تست اكسرسايزنج ماسل مالهم they ريكوير كونتينوس سبلاي اوف جلوكوز لما الاسير بيضرب عن الطعام هذول مش حيشتغلن منيح بالتالي الاسير بصير يغمى عليه بالتالي الاسير بصير عنده غباش في الرؤيه بالتالي الاسير من خاف يصير عنده فشل كلوي وهذا دائما بيحكوا على التلفزيون وعلى الراديو لما بيحكوا عن الاسر المضربين عن الطعام شو مشاكلهم بحكي لك خايفين يصير عنده فشل كلوي عنده الام شديده في العضلات وعضلات الصدر وعضلات جسمه ليش في جلوكوز غباش في الرؤيه اذا وقف يغمى عليه ولذلك بظلوا نايم واذا بده يروح على المحكمه بجيبوا له كرسي متحرك ما بيقدر يوقف تمام اذا هذول الاشياء هذا اللي بنتعلمه احنا هذا هذا التشابتر انا بسميه بالعاده الأسرى المضربون على الطعام لانه بفهمنا الكومبليكيشنز والمشاكل اللي بتصير عند الاسره لما بيضربوا عن الطعام وبكون خطر على حياتهم بصير عندهم عده اغماءات لما الاسير يصير عنده عده اغماءات بنعرف انه مستوى الجلوكوز في الدم عنده كثير اصبح متدني وهناك خطر على حياته تمام اذا اي ام بي يعني اسير مضرب عن الطعام لايام طويله اي ام بي بالليفر وال طبعا لانه هذول الاماكن اللي يصنعن الجلوكوز <applause> تمام اذا اسم الانزيم فراكتوز 1 6 فوسفاتيز الانزيم الاخير من انزيمات الجلوكوجينيسز الانزيم الاخير الانزيم الاخير بيحول الجلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز سهل جدا بشيل فوسفات عن الجلوكوز 6 فوسفيت عن الكربون رقم 6 في الجلوكوز شو اسم الانزيم اسم الانزيم جلوكوز 6 فوسفاتيز ولا في اسهل منه مين عكسه بالجلوكونيوجينيسيز جلوكوكاينيز وهيكسوكاينيز ما لهن هذولاك هذولاك بيشتغلن باتجاه واحد طب بدي ارجع بدي ارجع الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز اسم الانزيم جلوكوز 6 فوسفاتيز هذا الانزيم موجود فقط بالليفر والكدني يعني لانهم هم فقط اللي بيصنعوا الجلوكوز لانهم يعني هم فقط اللي بيصنعوا الجلوكوز مش موجود في العضلات لانه العضله لا تصنع جلوكوز تمام وحيتوضح لنا كمان هذا الكلام بشابتر 11 لما بنتكلم عن الجلايكوجين ولذلك هون شو بحكي لك بحكي لك دير بالك العضله لا تحوي على هذا الانزيم لأن العضلة لا تستطيع إنتاج الجلوكوز من الجلوكوز 6 فوسفيت ولأن العضلة ليس مطلوب منها أن تحافظ على مستوى جلوكوز الدم ما فيها العضلات ما فيها صناعة جلوكوز تمام وهذا الحكي حنفهمه بشابتر 11 في الشابتر القادم وركزوا مليح لما بحكيه حاحكي لكم ذاكرين لما حكينا في شابتر 10 انه العضلات ما فيش فيها جلوكوز 6 فوسفاتيز هذا مقارنة ما بين الجلايكوليزيز والجلوكونيوجينيسيز الأسهم اللي بالأسود هم الأسهم المشتركة ما بين الجلايكوليزيز والجلوكونيوجينيسيز لاحظ هذا الإنزيم باتجاه واحد أسود سوري جلايكوليزيز هذا الإنزيم أقباله أزرق ريفيرسيبل ريفيرسيبل نفس الإنزيم نفس الإنزيم نفس الإنزيم نفس الانزيم نفس الانزيم اه اختلف في الانزيم ثلاثه اختلف نفس الانزيم اربعه اختلف هون انزيم اثنين ثلاثة أربعة جداد إذا من انزيم جديد بالجلوكونيوجينيسز أربعة أنا أعد لكم إياهن على السريع حافظهن عن غيب مش لأني حافظهن لأني فاهم فاهم شو بدهن يشتغلن الأول بايروبيت كاربوكسيليز بحول بايروفيت لاوكزالو اسيتات الثاني بحول الاوكزالو اسيتات لفوسفوينول بايروفيت في عندك co 2 عندك مجموعه فوسفيت اذا اسم الانزيم بي اي بي كاربوكسي الانزيم الثالث بحول لفركتوز 16 اذا فوسفاتيز الانزيم الرابع بحول الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز اذا جلوكوز 6 فوسفاتيز نفس الإشي هذا وهذا زي بعض تقريبا نفس طريقه التسميه طيب شو هون بفرجيك كمان بفرجيك باللون الاحمر عدد الاي بي الذي يتم استهلاكه من اجل صناعه الجلوكوز من البايروفيت لاحظ 2 اي بي بحتاجه لتحويل البايروفيت 2 ل 2 اوكسالوسيتي طبعا اتذكر انه البايروفيت ثلاث ذرات كربون والجلوكوز 6 فعلشان اصنع جلوكوز من بايروفيت بدي 2 بايروفيت بستهلك التفاعل الاول 2 اي تي بي التفاعل الثاني يستهلك 2 اي تي بي جي تي بي نفسها اي تي بي هاي اربعة والتفاعل هذا اللي بالاحمر برضه استهلك 2 اي تي بي اذا كم من اي تي بي تم استهلاكهم تم استهلاك 6 اي تي بي 6 اي تي بي من اجل صناعه الجلوكوز من البايروفيت وشو كمان استهلكنا؟ استهلكنا اثنين ناد اتش، اثنين ناد اتش معناته إذا واحد بيجي بيحكي لك اصنع لي جلوكوز بتكون له بسيطة أعطيني اثنين بايروفيت، أعطيني ستة أي تي بي أو أربعة أي تي بي واثنين جي تي بي نفس الاشي. وأعطيني اثنين ناد اتش، وأعطيني أنزيمات الجلايكوليزز السبعة المشتركة، وأعطيني أربعة أنزيمات جداد للجلوكونيوجينيسيس. وبالتالي بقدر اصنع لك شو جلوكوز طبعا شابتر بسيط ما فيش فيه إشي لكن هذا الشابتر مهم جدا هذا الشابتر مهم جدا مش مهم جدا علشان يجي بالامتحان هذا الشابتر مهم جدا في الحياه هذا الشابتر اللي بيخلينا نصنع الجلوكوز هاي الجلوكونيوجينيسيلز اللي بتخليك وانت نايم تصنع جلوكوز ويظلك على قيد الحياه يعني مثلا انا زلمه بتغدى الساعه واحدة ولا ثنتين وبعديها باكل شيء وبخفف اكل وبدي اخفف وزن وكذا طيب من الثنتين الظهر للثنتين بالليل 12 ساعه 12 ساعه بكو وطبعا لما بعد ما اتغدى ما بظلش قاعد يعني نايم انا ممكن بنزل اتمشى ممكن بنزل على هالمزرعه اشتغل بروح على الدار المغرب بعد المغرب بطلع بروح لمشوار كذا وبعد العشاء بنزل مثلا عند زياره عند اقاربي ولا شيء ولا بيت اجر ولا يعني في حركه طيب الجلايكوجين اللي انا مخزنه بالكبد زي ما بده يمر معنا بالشابتر القادم هو عباره عن فقط فقط 100 جرام طب هذول ال 100 جرام معقول هن بكفين كل هالاكتيفيتي وبجوز انا حتى بروح على النادي بعد العشاء بروح العب رفع اثقال ومش عارف ليش معقول انه هل 100 جرام بدهن يكفين جسمي من الجلوكوز للبرين ولا الريد بلاد سيلز ولا المضله ولا الاكسرسايزنج مسل ولا كل هذول بدهم بكفيهم الجلوكوز اكيد لا تمام اذا بدي اصنع جلوكوز رحت نمت الساعه 11 في الليل طب انا للصبح مش ماكل ولا شيء طيب مستوى الجلوكوز عندي بالدم بظل محافظ على مستواه الطبيعي منين اذا يجب علي ان اصنع الجلوكوز طب تخيل احد الانزيمات تبعات الجلوكونيوجينيسيس في ديفشنسي اذا في عندي كارثه انا بده يصير بده يصير عندي كارثه تخيل احد انزيمات الجلوكونيوجينيسيس في نقص سواء البايروفيت كاربوكسيليز ولا الفوسفوينول بايروفيت كاربوكسيكاينيز ولا الفوسفاتيز الاول او الثاني بده يصير عندك كارثه إذا لا تستطيع أنت الصوم نهائيا وهذا كمان بدنا نحكي عنه في تشابتر القادم لا تستطيع الصوم نهائيا طب شو بدي أعمل؟ أول شيء ممنوع تصوم برمضان عندك عذر شرعي ممنوع تصوم برمضان اثنين ممنوع تطلع من الدار بدون فطور ثلاثة بده يكون حاطط بجيبك بسكوت ولا شوكولاتة ولا شيء كل ما حسيت حالك إنه ها بلشت إنك غير متوازن وكذا او بلشت تشعر بعدم راحه تاخذ لك حبه شوكولاته ولا نص حبه تفاح ولا حبه موز ولا كذا ولا اللي هو لانك يجب ان تصنع الجلوكوز بشكل مستمر تمام الناس اللي بتعمل روجين بتصير تعتمد على الجلوكوجينيس بشكل كبير جدا لانها بدها تصنع جلوكوز لانه مش عم تاخذ جلوكوز الناس اللي بيمتنعوا عن الكربوهيدرات في نوع من انواع الرجيم اظن بسموه اتكن او شيء زي هيك هذا ما بياخذوا كربوهيدرات بياكلوا لحمه وباكلوا دهون وباكلوا كذا بروتين ودهنيات بس ما بياكلوا كربوهيدرات نهائيا زيرو كربوهيدرات بياخذوا طب ما الجسم بده كونتينيو سبلاي اوف جلوكوز شو بده يعمل؟ اذا يجب على الجسم ان يصنع الجلوكوز يجب على الجسم ان يصنع الجلوكوز اذا الجلوكوجينيسس ربنا خلق لنا هاي الباثوي المهمه جدا بالجسم للبقاء على قيد الحياه الجلوكوجينيسس هي اللي بتخلي الدكتور اللي بيجي عن التلفزيون لما يحكي عن الاسير كيف يحكي اسمع انت عن المقابلات اللي بيعملوهم عن الاسر اللي بيضربوا عن الطعام بحكي لك كل اسير اصبح يشعر بغباش في عينه اليمين ولا عينه الشمال طوال تذكر اللينس والكورنيا of the eye they require continuous supply of glucose الأسير عنده ألام شديدة في العضلات تذكر أنه exercising muscle they require continuous supply of glucose الأسير أغمي عليه الأسبوع الماضي مرتين تذكر the require continuous supply of glucose بيجي بقول لك كل اسير اصبح عنده فقر دم شديد يتذكر انه الريد بلاد سيلز ذي ريكوير كونتينيوس سبلاي اوف جلوكوز معنات الدكتور اللي بيجي عن التلفزيون وبيحكي عن الاسير المضرب عن الطعام بيكون دارس هذا الشابتر وفاهمه وبناء على هذا الشابتر بتكلم اذا اهم معلومه في هذا التشابتر اهم معلومه اللي هي اول نقطه

العادي بناخذ الاسئله والملاحظات والحضور والغياب بعد النقاش والملاحظات ويعطيكم العافيه كمان مره اللي عنده سؤال طبعا يتفضل يرفع ايده وانا بصير انادي على الاسماء تفضلوا، اللي عنده سؤال يرفع